على بركة الله مشاهدينا الكرام ينطلق هذا الشوط، الشوط السادس الخاص بالأبكار المهجنات واللقاية والمسافة 5 كيلومترات. شوطنا السادس حاملا جديد الأبكار المهجنات، البداية مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط، هناك المقدمة وهناك شديدة محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي من يتابع شديدة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. المركز الثاني هناك الضبي علي بن سالم بن علي الاكتبي مع الضبي على المركز الثاني، والمركز الثالث دخول وقدوم في هذا الشوط هناك الضبي سالم بن محمد بن سعيد من العامري من يتابع الضبي على المركز الثالث والمركز الرابع، رابع المراكز هناك الشاصبية سليمان بن صالح بن دنيوخ المغير من يتابع. ركز يا ابو نايف، ركز ركز على هذا الاداء الرائع، ولكن نتابع المركز الخامس، هناك خامس المراكز من تتواجد من تتقدم في هذا الشوط وفي هذا التحدي من الجانب الاخر. نتابع الله الله الله، هناك التحدي والقدوم ايضا والتحدي الرائع من خلال هذا المسار الشاهلي. حارب محمد بن حمد الاجتبي من يتواجد على المركز الخامس والمركز السادس، وتابع الدخول والتقدم ايضا والتبادل. يا سلام يا سلام يا سلام، قوه هذه الهجن هنا، التبادل السريع بين المراكز. هناك ايضا سلهوده محمد بن ثاني بن قطامي السويدي من يتواجد مع سلهوده في هذا الشوط والمركز السابع، وتابع التحدي وتابع ايضا القدوم والاداء الرائع. هناك من تتقدم من تتواجد العنود مسلم الطالب بن عقيل النابت من يقدم لنا العنود في هذا الشوط على المركز السابع والمركز الثامن. هناك ثامن المراكز عندك يا الشهري، عندك يا الشهري في هذا العرض الرائع اللي تقدم الماجدية. هناك الماجدية فارس بن عبد الله بن محمد الوليد الشهري من يتواجد مع المركز الثامن والمركز التاسع. من الجانب الآخر الشهلية يمع بن عامر بن دعفوس المنصوري على المركز التاسع والمركز العاشر. المركز العاشر هناك مزنة سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي. هكذا النتيجة، هكذا الأسماء المتقدمة في هذا الشوط. أعود مع البداية، أعود مع الصدارة والمقدمة، هناك المقدمة وهناك المركز الأول وصدارة هذا الشوط اللي هي هناك الشاهنية. حارب بن محمد بن حمد الاجتبي من يتابع الشاهنية على بداية هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني هناك المركز الثاني والتقدم من هناك العنود مسلم مطالب بن مسلم باع بن عقيلة النابت المر على المركز الثاني والمركز الثالث. من الجانب الآخر مسري بسالب العرطي الحميري من يتواجد مع الحذافة، مع الحذافة هناك من الجانب، هناك محذاف محذاف مع الجانب الآخر مسري بسالب العرطي الحميري. ولكن الكاسبية، الكاسبية سليمان بن صالح بن دنيويخ المغيري مع المركز الرابع هناك، ولكن من الجانب الآخر ما شفناه من الجانب الآخر، ولكن نتابع ايضا التقدم من الشهري مع المايديه فارس بن عبد الله بن محمد الوليد الشهري من يتابع على المركز الخامس والمركز السادس. يا سلام، وصلت الاسماء، وصلت الشاهنيه. يمع بن عامر بن دعفوس المنصوري وصل، وصل بن دعفوس في هذا الشوط وفي هذا التحدي الرائع الجميل. يا سلام، ولكن شوف شوف الاسماء القادمه بقوه والقادمه والمتحديه بناموس هذا الشوط. شوف الأداء الرائع مع هناك ردم سعيد بن عبد الهادي الشهواني. يا سلام، وصل عبد وصل وصل سعيد بن عبد الهادي في هذا الشوط وفي هذا التحدي، وصل الهادي. ولكن نتابع التقدم أيضا من خلال وضحة هنا خميس بن علي العويسي من يتقدم مع وضحة على المركز التاسع والمركز العاشر. هناك عاشر المراكز من الجانب الآخر. يا سلام يا سلام، عاشر المراكز هنا 21، هنا الضبي سالم بن محمد بن سهيل العامري. هكذا الاسامي المتقدمه في هذا الشوط. ولكن اعود مع البدايه، اشوف المعركه، المعركه مولعه، المعركه مولعه منذ البدايه على مقدمه هذا الشوط وعلى الصداره. بن قطامي، بن قطامي هو المسيطر، هو المسيطر على جميع الامور، هو المسيطر على البدايه. سلهوده محمد بن ثاني بن قطامي السويدي، ولكن
لكن شوف بن جمهور، شوف بن جمهور على المركز الثاني متحدي أيضا مع مزنة سعيد بن حمد بن مصرح بن جمهور الأحبابي مع المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث هناك هناك ردم سعيد بن عبد الهادي الشهواني مع ردم على المركز الثالث والمركز الرابع من الجانب الآخر. هناك تسعة وهناك الميدية فارس بن عبد الله بن محمد الوليد الشهري مع المركز الثالث ولكن غير مع المركز الثالث، ولكن أعود مع البداية، أعود مع صدارة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، البداية البداية مع بن قطامي، مع بن قطامي هو المسيطر، هو المتحدي بناموس هذا الشوط. يا سلام يا بن قطامي، يا سلام يا سلام يا بن قطامي على هذا الأداء الرائع على البداية وعلى المقدمة. ولكن هناك هناك العرض الرائع، هناك العرض الرائع على البداية وعلى المقدمة، هي بن قطامي، هو بن قطامي. ولكن سفير الأصالة، سفير الأصالة هناك مش ولكن أتابع هناك بن قطامي، أتابع بن قطامي في هذا الشوط وفي هذا التحدي الرائع. يا الله يا الله يا بن قطامي، يا الله روح 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 روح، اضرب وطلع، اضرب اضرب يا بن قطامي، اضرب روح روح، خلنا نشوف العرض الرائع والانفراد الرائع. يا سلام يا سلام، روحت روحت كلها على درع الدفوف حائرة بين السماء والجاذبية. يا سلام يا سلام يا سلام، إيه على المركز الأول هناك المركز الأول وصدارة هذا الشوط. سلهودة سلهودة سلهودة، أشكرك يا أبو قطامي، أشكرك يا أبو قطامي على هذا العرض الرائع اللي تقدمه. سلهودة تهانينا والناموس، سلهودة محمد بن ثاني بن قطامي السويدي والمركز الثالث ثمانية. هناك غزلان سعيد بن عامر بن سالم مغيري والمركز الثالث، المركز الثالث هناك سلهو، هنا المركز الثالث، المركز الثالث هناك الشاهنية مع بن عامر بن دعفوس المنصوري. هكذا الشوط الرائع اللي قدمت سلهودة العرض الرائع هنا على أرضية هذا الميدان. محمد بن ثاني بن قطامي السويدي، سلام يا بن قطامي، سلام على هذا العرض الرائع والجميل. يا سلام يا سلام، التوقيت الزمني 7 دقائق 48 ثانية هو التوقيت المصاحب لسلهودة. تهانينا والناموس.